بسم الله الرحمن الرحيم. أول مباراة كانت مباراة صعبة، تعرف مرة اللاعبين من أكثر من فترة زمنية منتخب المكسيك تصاعد الأداء أمام المنتخب الإكوادوري، قدم مباراة جيدة. تعرف هسه الآن كادر جديد، كادر إسباني جديد، إن شاء الله يا رب أنه تعرف أغلبية اللاعبين شباب، يا رب تنتظرنا مباراة أمام منتخب الكوستاريكي، يا رب أنه نتوفق ونظهر بصورة جيدة لشارع الرياضة. يعني ما مدى تفاؤلكم بوجود مدرب اسباني يعني عمل في مع منتخب اسبانيا؟ هل ستنسجمون معه توقعاتكم؟ اكيد. اول شيء نشكر الكادر التدريبي بقياده الكابتن رضا على تقبل المهمه اللي كانت حقيقه صعبه، بس ما صعبت عليه. الان كادر جديد تعرف متمثل بمدرب منتخب الوطن كاساس، اكيد منذ فتره ما محتكين وهيك فرق. الان بدا منتخبنا يتطور، بدا منتخبنا يكتسب خبره مع هيك فرق، وان شاء الله